قراره إنما تبنى. من المعروف أن التبني قد يكون جائز قانونيا، ولكنه من الناحية الشرعية والدينية يظل موضوع محرم، أو يعني وصانا الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوجد العديد من الدلائل في شريعتنا الإسلامية تؤكد بحرمة التبني. وأعتقد أن تبني هذا القرار هو يعني يعتبر محرم ولو ضمنيا. معنا اتصال هاتفي من الدكتور إبراهيم، هو خبير ومختص في القانون الدولي، سنحاول أن نناقش وإياه فكرة تبني قرار مجلس الأمن لفرض حظر جوي على ليبيا. على كل الاتصال لم يتوفر، ولكن ما يهم، أريد أن أطمئنكم. فعلا يعني الحمد لله ثلاثة أعضاء اللي هم روسيا ألمانيا والصين امتنعوا عن التصويت، كذلك الهند والبرازيل كانت لديهم مواقف محايدة. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اللي نقل إنها مرفوع عنها القلم، فرنسا والدول وكذلك ألمانيا